ان بوتي جيست صاحبي دار واحد ماشي شغلو الشيء الاخر. الكون كيتكلف. دوزت ولدي مرحله، دوزت انا هذيك الفوله، دوزت كنسرح في شارع الناصر كنمشي وكنفكر وكنمشي غير بوحدي نهضر. كنت كتخيل توصل للمرحله هذه اللي انت فيها بهذا الشكل؟ لا بهذا الحياه اللي عندي لا، ولكن كنت عارف انني مقرر انني ننقد نفسي ونجر مع الاسره ديالي. كانت هذا الحلم ديالي. ما كانش عندي بالضبط غنولد ولد عنده سميتو سليم وادم، واش عندي بلاد ولا البنات ولا لا، ولكن كنت كنقول خصني نحفر. ولا ما نجحتش في القرايه، هذا سؤال كنت كنطرحه على راسي. ولا ما نجحتش، وانا كنت كنقرا غير العربيه وكان صعب عليا في البكالوريا نهدا وندير الفرنسويه ونمشي اجي، وشنو البديل اللي نقدر نديرو؟ ولا ما ولا اجي نعطيك اكثر. كنت كنجي وكنسوق وانا خدام وكنمثل وكنقول لا قدر الله يا ربي السلامه شي اكسيدون يمشي فيها وجهي ولا رجلي وتزحف. كنقول شنو نقدر ندير؟ كنقول هي كنعرف نكتب، انا جو بو اكريغ واخا كاع في جوج كراسه. يمكن شتي لما غير لو فات ديال انك ديرها في راسك كترتاح نفسيا. غير بحال نعطيك مثال، غادي بالطوموبيل وغتسافر 200 300 400 كيلومتر، تصور انك وانت غادي نقول لك راه ما عندكش الرويدات السكر، غتمشي موشوش. كل 50 متر ولا 50 كيلومتر ولا توقف وتقلب وتبدا تشوف المصارن والبيست ما تقدرش تطلع فيها حيت انت عارف ما عندكش، اذا ما مصايقش ما مرتاح. ولكن ملي كتعرف عندك رويدات السكر ومزيانه كتنسى ان عندك رويدات السكر كاع، حيت في الداخل ديالك سجلتها انت مرتاح. وفي اختياراتك اللي جايين من بعد كيكونوا مرتاحين، حيت ماشي كاع الحوايج اللي كنختارو نديروهم كيمكن ربي مسهلهم لنا ولا هما اللي صالحيننا. يمكن لها تعكس ليا اخي، ولا تعكست ليا هنا انا نشوف من هنا. بعض المرات راه كنغلطوا من الباب، كنشوفوا باب البيبان كلهم بحال وكنقول هذا الباب غيتفتح، ولكن الساروت اللي عندي ماشي هذاك الباب. دور قلب الباب الثاني ولا الثالث غيفتحوا وغتبدا حياتك. المشكل هو الناس كيوقفوا قدام الباب وهما داروا مجهود، قراو خداو دي ديبلوم سهروا الليالي، ولكن كيجيهم الاحباط كيقول لك شوف على زهر ما كاينش، على بلاد ينعلبوها والناس، ولا ما عندكش وباك سيدك وخصك تعطي الرشوه وتعطي، وكيبقى الانسان يدخل في هذا الشيء. وكلهم هادو عنده فيهم الحق، ولكن راه توحيد ما هي صحيحه بلا تنطبق عليه بالضروري، حيت بزاف الوظائف ما محتاجينش بالضروري ان الانسان يعطي فيهم الرشوه. وهانت عطيت الرشوه اليوم ودخلتي، واش غيمكن الناس يستمروا يقبلوا عليك؟ ما يقبلوش عليك. واش غتنمى توصل في مستوى اكبر؟ ما غيمكنش. الوغ الويد عندي واحد الخوف اللي مبغي نشاركو معاك، هو منين كنبقى نكتب وكنبقى نخوي دماغي نخوي قلبي في الكلمات اللي كنبقى نكتبهم، كيتولد عندي الخوف ديال غادي نفضح راسي. حيتاش عندي بزاف ديال الافكار اللي شي شويه كيكونوا غوبال، شي شويه كيكونوا فيهم واحد الحقد كراهيه. الحب شنو انا كنفقد، دونك بزاف ديال الحوايج اللي كنخاف نحطهم وبنادم انتربريتيها يا بطريقه خايبه، يا يستهزئ منها، يا يردها ميمز. واش كيفاش نقدر نتخلص منها؟ ساهل باش تخلص منها، انشجعك انك تكتب. من دائما كنا كنعرفوا، انا كان عندي ولدي كان عندي واحد الكتاب ديال الاسرار ديالي ما كيطلع عليه حد، ديرو ومحافظ عليه. مهم جدا انك تقول هذاك الشيء اللي في بالك. بعض المرات عندك عارفو ما عارفوش، ولكن ملي كتجلس كتعطي راسك الخاطر ديالو باش انه يحط هذاك الشيء. بعض المرات يكفي انك كتكتبو وكتحس بالراحه. سوفون كنمشيو عند الطبيب نفساني كيتصنت لنا، ما كيهضرش معنا بالضروري، ما كيجعلنا اننا نهضروا هذوك الحويجات اللي ما كنقدروش نعبروا عليهم، كنشعروا بالراحه وكنهضروا عليهم. ماشي بالضروري تنشر كمرحله، انت في مرحله ماشي بالضروري تنشر كل شيء.
ومن بعد غادي تبدا تكتسب الخبره وتبدا تهضر بصيغه ماشي ديالك، بصيغه ديال واحد الشخص واحد اخر، وتخلق دي بيرسوناج، شخصيات اللي غتعطيهم. من هنا كيجي ان كيجي واحد اللي كيبدا يخلق شخصيات وكيسميه حسن وعلي ونزهه وهذا. هادشي ديجا كنفكر فيه. هذه وحده من الافكار اللي كيخليوك انك كتريح. دونك ما تخافش، بالاضافه لانها شجاعه، انك دابور اول شجاعه هي انني نشوف وجهي في المرايا ونقول ها العيوب ديالك، مسح هاد البلاصه الموسخه، حسن هاد البلاصه، حيد عليك هاد العبسة، ابتسم للحياة باش تبتسم ليك. ودي كنقول لك ابتسم لي، يعني هذا خصنا بوحدو موضوع كبير، هاد القضية ديال الابتسام. هاد القضية هذيك فيا ولكن كنعتبرها نرجسية. هذا كتكبر. انا نقول لك المهم شي واحد اللي نرجسي وشي واحد اللي عاجبو راسو مغرم براسو. هذا نرجس سي وهم واحد اللي شاف راسو في واحد النهر، هاد الريفليكسيون ديالو، وبقوه ما كيعجبو راسو بقى كيشوف هذاك النهر حتى طاح في هذاك النهر وغرق ونط واحد الورده نبته سميتها النرجس. المهم زعما انا في هاد القضيه ديال اللي كنبقى كيكون عندي واحد الديسكوسيون داخليه مع راسي. اللي عجبني فيه هو انا كنكون صريح، وملي كندير شي حاجه خايبه كنتقد راسي، وملي كندير شي حاجه مزيانه كنفتخر براسي. ولكن مع عمري مشكل فين كاين النرجسيه الا كنتي كتقول راه حوايج خايبين وكتلوم راسك. واخا انا كنتقد راسي، انا كنبغي راسي، مي شنو النتيجه؟ ها انا بغيت ندير شي حاجه، بغيت ما عرفتش كاش كيفاش نقدر نشرحها لك، مي جو فكري، بغيت نتحسن، بغيت نكون احسن فيرسيون ديال 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 موامين. بغيت نشوف راسي في المرايا، هذا نعتبر راسي بان انا احسن واحد في العالم. من حقك، مي ما بقاتش كاع في الفلوس، ما بقاتش كاع هذا في الممتلكات. قاش انا شنو كندير، والحاجه اللي نبغي نديرها اللي غادي تخليني يجيني هذاك الاحساس هو سي بلوس ندير دي كونتوني اللي هما زوينين واللي كنوصل فيهم واحد الرساله معينه، ولا كنحط واحد الفكره اللي من بعد غادي دوز سنين والواحد غادي واخا كدوز دي زاني وبنادم يشوفها وغادي تبقى كتحافظ على لا فالور ديالها. شوف دابا انت تخلطوا عندك غير دابا هضرتي على النرجسيه وهضرتي على انتقاد الذات وهضرتي على حلم عندك ورغبه في انك توفق ورغبه في انك تكتب شي حاجه اللي غتبهر الناس. شتي شحال من حاجه في حاجه وحده؟ علاش كنقول لك الكلمات راه كل وحده وعندها البلاصه ديالها. الرضا شيء ضروري، والإنسان اللي ما عندوش الرضا في كل شيء هو إنسان تعيس ومحكوم عليه بالتعاسة. الرضا بكل شيء، بالقضاء خيري وشري، الرضا بأنه كيفاش هو، الرضا في أنني عندي واحد العلمات كديرة، واحد الراس حرش، واحد رجلين ما طوالينش، الرضا في أنني لوني هكذا، الرضا في أنني تولدت في واحد البيئة. وكنقول ما لأنه لما كنرضى على راسي، لما كنرضى كنقبل، ولما كنقدر كنقدر رياجي، كنعرف انني كائن في عد ما نتخبع. دابا اللي ما راضيش كيعيش في الاكتئاب ومتخبع، ولكن اللي راضي كيخرج كيقولوا من بعد شنو المشكل. بلاكس الا كنتي راضي علاش تبدل فيك شي حاجه؟ الا كنتي ما راضيش بشي حاجه عندك الساعه غادي تجي فيك هذاك الاحساس بان خصك تبدل شي حاجه فيك. لا ولدي، ماشي 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 هذه المعنى الحقيقي. المعنى ديالو في الاصل ديال الرضا هو انني نرضى بهذا الشيء اللي دابور اللي ما عنديش يد فيه، في اختياراتي، في الحوايج اللي جيت فيهم، في بعض الاشياء اللي كنت باغيهم وما وقعش. بمعنى الرضا، بمعنى ماشي انني نعس ونقول ايوا هادشي اللي كتب لي الله نهائيا، لا،
هو انني نقول قبلتها جوج كيدابزوا البوكس راه كيقولوا الروح رياضيه كيقبل كيرضى كيقولوا ورضى الا غلبتك رضى ما معناش انك منهزم معناه قابل ولا قبلتي كتمشي تعاود تكون وتريني من داو جديد وكتقول غنتلاقى معه وثاني في الرينج وغادي نغلبوا هاد المره كتدخل في هاد الحياه لانه الحياه كلها صراع كلها ولكن اللي ممكنش اللي كيدمر الانسان قد نفسه كتحسوا بلي كتحسوا بانه انسان مهما يدير شي حاجه راه ما غيسوى حتى شي حاجه كتقول له مثلا الطريق عامره بالزبل وكتجي كيقول كاين جلوف يلا كيبغي يحيد الجلفه ديال البنابش ميزلق فيها شي حد كيلقى بزاف جلوف وكيقول ويلي انا شو شحال الجلوف ناقص كاع خلي باباهم فانا نجمع كاع هاد الزبل لا اللي انسان ايجاب كيجمع علاش قد كيجمع الاولى والثانيه والثالثه شويه كيكون جالس في القهوه الاخرين كيديروها كيقولوا شوف والله الا هذاك الرجل ولا هذيك المراه شوف مسكين كبير كيجمع داك الجلوب كيقولوا نوض صاحبي كينوضوا يجمعوا كيجي واحد اللي يعطيهم الطارو مول القهوه كيخرج الشطابه كيقول والله الا درتي فينا النفس ان بوتي جيست صاحبي داروا واحد ماشي شغلوا شي الاخر الكون كيتكلف الكون اللي خلقه الله دائما كيمشي ما هذاك اللي زاد هو الاول واللي دار العمليه هو الاول هذا هو اللي خصك تحاول زعما تسبق فيه انا كتقول هذا المجال انا نديرو انا الاول هذا الشيء غادي نتوفق فيه هذا الشيء غنغيرو اخ واش نتوما والبلاد وما قدراتش وهذا الشيء كيهضروا كيفرعوا لنا راسنا والوسخات حيد الوسخ انا شحال مره شحال موحدين وصلنا كاع الخزيت على الزبل اللي كي كتجمعوا له غدا كيجي لوحو وكيقول غادي هي وكنخليه حتى كيخرج حداه بدارو وكنهز هذيك الميكان ونديرها في الطارو انا اليوم على غدا هذا واحد النهار كيحشم ماشي نسبو نقولو بنادم موسخ حنا كنشطبو نتوما هنا كتجبد واحد العداوه واحد الصراع انت خصك تربي واحد الانسان بطريقه فنيه تفهمنا نتفاهم معاك وعجبتيني حتى ملي قلتي هذيك القضيه ديال الهدف الاول كنت قلتي ليا انت شنو درتي شنو صنعتي في هاد لي زاني الاخرين مالويد كيما شنو خديت من الهضره ديالك هو خصني ناخذ واحد الخبره بعدا قبل حيتاش دابا كنت كنكتب وكندير دي تروك واللي عجبني في راسي هو كنخزن كتكون عندي واحد شي حاجه كنقبضها كتكون عندي شي فكره كتكون عندي شي حاجه كنبقى نتبعها وكنربي فيها ديك الديسيبلين باش نبقى معاه حتى نفرقها ومني كنسالي لا ديسيبلين هذا معاك قبل ما نرجعوا لها شي مني كنسالي بعدا كنحط ديك الفكره اللي كانت فيا وكنبقى معاه حتى الاخر كنحس بواحد لا ساتيسفاكسيون خطيره بزاف مرحبا لا ديسيبلين سي ديسيبلين قلتيها وكلمه ديال السر راه جايه عند الميليتير علاش هما كيتوفقوا علاش لان اول حاجه باش تحيد الانانيه ديال هذا وهذا 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 هي لا ديسيبلين ولا ديسيبلين في اننا الامر اللي تعطى من عند الكرايدي اللي فوق منا كيخصنا نديروه وبلا نقاش لا ديسيبلين كنعلموا راسنا علاش كتقولوا الحاله ديال السلم يمكن الحاله ديال السلم دوز 40 عام 30 عام ولكن واحد النهار في الحرب إلا كل واحد غيشرق ويغرب البلاد مشات خلا لذلك لما كناش ديسيبليني في الإنسان احنا مع أولاد معكم راه علمناكم لا ديسيبلين علاش لأنه ما واحد النهار غتكبر غتبدا تفهم إلا ما من صغرك ما ماشي ديسيبليني ما يمكنليش نناقشك وعاد نضربك حتى دير 20 عام ما يمكنش خص نكونوك مفاهمين أنه الإنسان في الطواليت يقاد سنانه الفراش دياله ما يلوحش صباطه في مكان يحترم الإنسان الكبير السيدة اللي خدمها في الدار يحترمها كتعقل واحد المرة كنتوا جالسين في التلفزيون كنتوا صغار وشي واحد صونا في الباب وشي واحد فيكم انت ولا أخوك قال لها حلي عافاك أول وآخر مرة طلبتوا السيدة اللي كتعاون معنا في الدار أنها تحل الباب الدار جيت عندكم قلت لكم ما خداماش معاك نتوما تحلوا باب الدار الا نتوما شنو اذا اليوم تعلمتوا الاتكال ودير ليا رجل على رجل وما صافي ما تحترمش هي عندها الوظيفه ديالها ايه يمكن لها تحل الباب الله يجزيها بخير ما نكونوش ولا شي حاجه ولكن وانتوما كاينين كتفرجوا وتقول لها حلها فلانه
واش من احترام عدبتك نهار اللي يقولوا الله ينعم ربك انا اللي ناخذ العصا حيت انا ملي كنت صغار ما علمتكمش شنو هي لا ديسيبلين وانك تحترموا الناس اعظم حاجه ما جايه تحترم غير الاستاذ ديالك هو شي واحد تحت في السلم ومع ذلك تعطيه التقدير لانه راه عطيتي لهذاك اللي تحت في السلم التقدير اش غادي يعطيك الحب غيدعي معك وربما الدعوه ديالو غادي تكون واصله عند الله ويمكن ينشرك بين الناس ممكن تلقى مع الناس كاع يقول لهم هذاك الوليد الله يعمر هذا الكرش وما ولدت مأدب ومتواضع وداير 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 ويمكن هذاك الشيء يوصل عند الناس حيت اليوم حتى حاجه ما بقات كتستر ولكن الانسان اللي كيحقر وما كيخاف غير من اللي مع اكثر منه هذاك الانسان خصو غير الهراوه وصافي وحده من المشاكل عاوتاني الاخرى اللي عندي هو هذه اللي عندي مشاكل عندك بيان سور الا الا ما شوف كنحط ماشي كنقول لك عندي المشاكل اللي راك مزيان مزيان راه كنقول مشاكل بحال هكا ديالي في العالم وكندابز ساعه كل نهار مزيان كل شهر مزيان باش نقادو مزيان ومن بعد عشان كيكون شي مشكل عاوتاني جديد باش عاوتاني نواجهه باش عاوتاني نصلح راسي شوف ما كنقولهاش غير باش نتشكى انا نقول لك واحد القاعده خلقها الله في الكون هو اي انسان تحرك دار شي حاجه ولو في فراغ عنده نتيجه الانسان اللي كيحفر الارض كيزرع عنده نتيجه الانسان اللي كيهرس الحجر عنده نتيجه وانسان اللي ما كي والو هاز غير عصا تصور هاز غير عصا وغادي مع الارض وكيحفرها بحال هكذا وغير كيزوق يمكن له لقى خاتم ديال الذهب يمكن له لقى تليفون يمكن له لقى ساروت يمكن له جو سي با حنا كنشوفوا حدا البحر بعض الناس ملي كيمشيو الصيد كتلقى هذوك اللي كيجيب واحد لاباري وكيبدا يدوزو يقلبوا لك لا طاحوا الفلوس لا طاح شي حاجه راه عاد غير عطيتك مثال بمعنى الانسان اللي كيتحرك والله الدنيا تتحرك معاه لانه الكون خلق الله ماشي مع الناس عمرك ما تلقى شي واحد ناعس وكينزلوا عليه والله بصح هذا الشيء يعني التجارب انا شخصيا اللي وقعوا لي مع الوالد كما قلت لك المشكل اللي عندي هو عشان الاخر هو الصبر ما عنديش كاع هذا الصبر حيت ما ربيتيش نفسك هانش كنقول لك الصبر منين كتجي من التربيه ديال النفس ومانك تحب هذاك الشيء اللي كديرو غتقول لي كيفاش غنزمع الزبل وفيه الريحه وكل شيء ونحبو بابا انت كتناقض لينفريد إماطة الاذى عن طريق ان الانسان نظافه من الايمان ان الله كيطهرك قد ما طهرتي بمعنى دائما كتلقى شنو الجزاء ديالك عند حيت الدين ديالنا اكستراوردينير كيخليو الناس ما يوصلوش هذاك الشيء الانتحار لانه كيف ما كان كيقول كان من عند الله اللهم لك الحمد كان فيها خير وهذه كان فيها الشر ربما لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم ولا تقل لشيء كان ليته ما كان ولا تقل لشيء لم يكن ليته كان ربما فيها خير وهذا لذلك خصك ولدي تحاول تلقى المتعه في هذاك الشيء اللي غدير ولا كانت المتعه كنساو اي ولد اي اب يكون كيسمعنا ولا كيشوفنا ولا ام ولادها ملي كيجلسوا يلعبوا البلاي ما كيحسوش بالوقت ولا قلت لهم ربع ساعه يقول لها واخا ماما وترجع من بعد ساعتين تقول لهم شحال لعبتوا يقول لها باقي ما كملناش ربع ساعه علاش لانهم ملهيين وكيحبوا هذاك الشيء اللي يديروا من غامسين فيه ما لما كتكون لما كدير هكذا وتجر هذه وتجر هذه غنسالي واخا غير انا كنجر يدي غنعيا ولكن الا كانت يدي بحال هكذا كطبطب وكنسالي كندير هكذا ما تعياش حيت مرتاحه حاول توجد السر في كل حاجه كديرها وثق بيا غادي توصل انا باغي نتحسن ما توقيش كاع هذا المهم باغي نتحسن هادشي كديرو ديجا هو تحسن